مع أن العراق يكاد أن يتجاوز نفق الطائفية المظلم الذي مر به في السنوات الماضية، لكن هناك من يريد أن ينهي التوتر المذهبي حيث لا عودة. ففي البصرة أقيم صلاة موحدة بين السنة والشيعة بمشاركة مفتي البلاد مهدي الصميدعي، الذي دعا عبر خطبة الجمعة إلى التمسك باللحمة الوطنية. يتفجر جامع، صاحوا أهل السنة ما حد يتجر غير الشيعة، تفجرت حسينية قالوا أهل الشيعة ما حد يتجر غير أهل السنة. ليش؟ أما تبقون متشلبين بهاي المسلسل مال هذا شيعي وهذا سني، أنتم خسرانين، أبناءكم سيتمون. ويزور مفتي العراق البصرة لغرض افتتاح مكتب فيها لدار الإفتاء العراقية التي يرأسها، وهو أول مقر لها خارج أسوار العاصمة بغداد، وستأخذ على عاتقها العمل سوية مع كافة المكونات الدينية والأطراف السياسية والحكومية لترسيخ الوحدة الوطنية بحسب القائمين عليها. سيكون دار الإفتاء العراقية يدا بيد مع كل الأخوة من أهل لا إله إلا الله وكل الأخوة من الأديان الأخرى، أن يكونوا يدا واحدة يعملون كخلية نحل واحدة بالتكامل والتفاضل. الصميدعي وفي حديثه للحرة دعا إلى الإبلاغ عن رجال الدين الذين يلقون خطابات تدعو إلى التشدد، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج لإعداد الأئمة والخطباء. لا نسمح بإشاعة الخطاب المتشدد والمتطرف مرة أخرى، بل ندعو الجهات الرقابية الحكومية جميعا إخبارنا، وسيكون إن شاء الله في المرحلة القادمة برنامج لإعداد الأئمة والخطباء في خطب الجمعة إن شاء الله. كاميرا الحرة استطلعت آراء الشارع حيال تأثير الخطاب الطائفي. العراقيين يعني هم متحابين ومتآخين، وهناك انسجام أسري، يعني السني ماخذ من الشيعي، يعني ما ممكن أنا أنقلب على نسيبي مثلا ونسيبي ينقلب علي فيما إذا كان هو شيعي أو أنا سني. كلها مسلمة سنة ولا شيعي، شنو يعني؟ يعني شنو يعني بيناتهم؟ يعني عمود طائفية بناس مثلا سني وبين الشيعة، ما يصير هذا الشيء، كله ما يصير. يعني انت يعني انت شيعي وانت اللي سني، والله احنا ما نعطيك مره عمو السنيه وانت اللي شيعي، حرام. وبعد ان دفع الجميع هنا في العراق اثمانا غاليه بسبب حده الخطاب الطائفي، ثمه من يحذر من مغبه عوده استخدامه ثانيه في الانتخابات المقبله. سعد قصي، الحره، مدينه البصره.